النهاردة كده أنا عامل فيديو بسيط جدا عن طريقة ذبح القراميط. أنا جايب النهاردة شوية قراميط، عموما احنا ذبحنا واحد بس حابب برضو أجيب الطريقة وأنا بذبحه. طلعت اذبحه دلوقتي، انا سابه بس يلعب شويه كده. طبعا كل واحد له طريقة في الدب. هو كده خلاص يعتبر الدبح. طبعا ده الفيديو عن طريقة الذبح، بس التنظيف والكلام ده مش هجيبه لأن مش أنا اللي بعمله، وأعتبره في لحظة وخلاص كده تبقى روحه مطولة بره المية القراميط. إنما بعد ما بتذبح أنا دلوقتي هفصل راسه عن جسمه. ده واحد تاني قدم عليك ده. نفس الكلام اهو. حبيت النهاردة يكون الفيديو مختلف وكده عن باقي الفيديوهات. برضه بلعبها بس عم بصوا صاحي برضو. الدكتور
كده اتذبح برضو خلاص. بص الأراميد ده إن في ناس بيخافوا من شكلها وكده، أما هي ما بتعملش حاجة ولا بتعض ولا بتأذي ولا الكلام ده. بس كده الفيديو خلص، وبإذن الله استنونا في فيديوهات جديدة وكده.